السلام عليكم. حنا دابا تيتواجدوا في محلكم بوكور ستايل مراكش السملانيه. الدراري كاينه سلعه جديده ان شاء الله بحول الله. اول حاجه غنخرجوا نوريو الاخوان الموقع ديالنا فين كاين السملانيه وغادي نرجعوا على بركه الله. هانتوما الاخوان الدراري اللي جايين من جهه لافاك جايين في الرومبو ديال السملانيه كتجي بحال غادي الباب دكاله كتلقى الفيروس الاول الفيروس الثاني كتوصل اقامه فاطمه الزهراء كتدخل هاد الدخله هادي كاينه حدا عنا اغيمه وطنيه ها هي تدخل هاد الدخله هادي ها هي بحال غادي فندق ايوب وكاينه كليه الطب كاين المحل ديالكم بوكو سايد السملانيه مراكش اول حاجه الدراري غنبداو بها هي الجاكيطه هادي الجاكيطه الدراري خلاتنا في وسط السيمانه وتبارك الله اللهم لا بارك لقات واحد الاقبال زوين وما بيناش في الفيديو ديال السيمانه اللي داز ها هي الثمن ديالها 130 درهم الاخوان 130 درهم راه موجوده عندنا في المحلات كاملين لي طاي ديالها سمو الميديوم لارج اكس لارج الثمن ديالها 130 درهم الاخوان راه موجوده عندنا والخدمه ديالها راه الخدمه المزيانه الخدمه النقيه ديالها راه لانها موجوده كاينه وكاين فيها بزاف ديال خرجوا بها بزاف ديال الموديلات اللي ماشي هما هادو حنا خلينا تجبنا فيها الماركه اللي مزيانه والخدمه فيها راه مزيانه الدراري الثمن ديالها 130 درهم بالنسبه للسروال ديال التوني الدراري السروال ديال التوني ركزت عليه هذا الاسبوع هذا هو دخلنا فيه موديلات جداد من البتي طاي حتى لاكرون طاي عندنا حتى الطروا اكس ال وحتى الكاب اكس ال الثمن ديالو 120 درهم 120 درهم الدراري بالنسبه للتوب ديالو توب مونطوني غليظ وفيه لي طاي مزيانين والتوب ديالو توب غليظ بحال هكا والثمن 120 درهم فيه بزاف ديال اللوانات الدراري هذا الموديل نتوما عارفين ديما الدراري تنحاولوا نخدموا على موديلات تنخدموا على اللوان بزاف بالنسبه عاوتاني هاد السيمانه دخلنا هاد الموديل هذا ها هو بالنسبه لهذه الطريزه التوب ديالو توب فوطه من الداخل والثمن 120 درهم لي طاي موجودين فيه سمول ميديوم لارج اكس لارج الثمن ديالو 120 درهم لي طاي راه متوفرين فيه بتي طاي وفيه كرون طاي هاد التوب هذا دخلنا فيه سويت درنا ليه ثمن زوين سويت دخلنا فيه اوفر سايز الثمن ديالو تا هو درنا ليه ثمن زوين بالنسبه لهاد السروال ديال التوني الثمن ديالو 120 درهم شوف معايا عاوتاني هذا سروال توني بارا 120 درهم اللوينات اللي فيه كاين هذا 120 درهم كاين هاد الباج هذا 120 درهم كاين هاد الكري هذا بحال هكا بالنسبه لهذا راه مطلوب الدراري ها هو بحال الشكل ديال الكاغو الثمن ديالو 120 درهم 120 درهم دخل داك البارا اللي مطلوب من تحت لا بارا ما دخلش هذا غادي يجي غايجيكم واحد البارا البارا اللي كنا تنخدموا به هذا اللي كنا تنخدموا به هذا الاخوان فيه بتي طاي وفيه كرون طاي هاد الموديل اللي خدمنا فيه هاد المرة هادي حيدنا ليه السنطة بحال هكا حيدنا ليه الباندا بحال هكا وخليناه مطلوق ومسيري يعني ان شاء الله بحول الله راه هاد الاسبوع راه كاين المحلات اللي وصلهم هاد الاسبوع هذا راه غادي يكون عندنا ان شاء الله بحول الله هنا في مراكش بالنسبة لهاد الموديلات اللي وريتكم الدراري بحال هاد الشكل هاد الموديل اللي قلت لكم دير بحال هاد الشكل هذا بحال هاد الشكل هذا وهو التوب ديالو غير طوال غيكون ان شاء الله بحول الله السيمانه الجايه بالنسبه لهاد الموديلات اللي وريتكم دابا الدراري الثمن ديالهم 130 درهم 120 درهم تريكو ديال الخيط 130 درهم الدراري تريكو ديال الخيط شوف معايا بالنسبه لهاد الطايه شوف ها هي جاياني كبيره الدراري وهذه راه الاكس لارج هذه اللي لابس انا دابا راه هي الاكس لارج الدراري كاينين الموديلات بزاف ديال التريكو ديال الخيط 130 درهم الحمد لله لقى واحد الاقبال اللي زوين تبارك الله لي طاي ديالو راه وافي في سمو الميديوم لارج اكس لارج هذا الثمن ديالو 130 درهم 130 درهم الاخوان راه موجود عندنا في المحل بالنسبه للطبيه الثمن ديالها 120 درهم هذه ها هي 120 درهم راه وريتكم السروال ديال التوني اللي اختها بحال هذا هو راه ممكن تماريو الدراري ياخذوا السروال وتاخذ طبيه واللي بغى طبيه بوحديتها راه تياخذ واللي بغى السروال بوحديتو راه تياخذ
هانتوما 120 درهم الثوب ديالها فوطة من الداخل، الثمن ديالها 120 درهم. كاينه ليكرا بحال هذا الشكل هذا، الثمن ديالها 120 درهم. حتى هي فيها تلوينه بزاف الدراري ديال اللون فيها، سموه ميديوم لارج اكس لارج، وعندنا من الدوبل اكس لارج حتى 5 اكس لارج، الثمن ديالها 120 درهم. هذه راه كان فيها العرض هذه السيمانه، درنا لها غير 100 درهم الاخوان. بالنسبه للقبيه غنبقاو في القبيه، كاينه قبيه اوفر سايز، الثوب ديالها مونطوني من الداخل، الطبعه ديالها كبيره بحال هذا الشكل، شوف معايا، وعندها طبيعه صغيره بحال هكا القدام، الثمن ديالها 130 درهم، حتى هي فيها الوان بزاف، 130 درهم، 130 درهم بالنسبة لهاد القبية هادي. غادي نشوفو قبية ديال السنسلة، قبية ديال السنسلة تاهي دخلنا فيها موديلات جداد، قبية مليحة تبارك الله، وتلقى عليها إقبال زوينة الدراري، هادي قبية زوينة، والثمن راه درنا ليها 130 درهم، فيها تاهي لوينات بزاف، الثمن ديالها 130 درهم. بالنسبة للقميجة الكاشمير، الثمن ديالها 130 درهم، فيها بزاف ديال اللوان، تاهي عليها إقبال زوين. كاين عاوتاني سويت مونطوني غليظ، الثمن ديالو 130 درهم، والبتي طاي الثمن ديالو 120 درهم. هذا الكرون طاي 130 درهم، والبتي طاي الثمن ديالو 120 درهم. بالنسبة للقبية ديال القطيفة، قبية القطيفة زوينة، الثمن ديالها 130 درهم. شوف معايا لي طاي ديالها من السمول حتى الإكس لارج، من السمول حتى الإكس لارج، الثمن ديالها 130 درهم الدراري. كاين السويت اللي قلت لكم في الاول الدراري هو هذا اوفر سايز، ها هو الثمن ديالو 100 درهم. هذا السويت هذا عندنا فيه لوينات زوينين، كاين فيه هذا الكري، كاين فيه الكحل ديالو، ها هو كاين هذا الخضر هذا، ها هو 100 درهم الدراري. هذا اول مره ندخلو هذه السيمانه هذا، 100 درهم الاخوان بالنسبه لهذا السويت هذا. غادي نشوفو السويت ديال البيكي، سويت البيكي الدراري الثمن ديالو 120 درهم. بيكي اللهم بارك مليح زوين، خدمه ديالو نقيه، ولي طاي ديالو كله موافي، يعني من السمول حتى الاكس لارج. الاكس لارج انا شفتوني شندير بها فيديو، راه كنلبسها كتجيني مزيانه في لاطاي الدراري، الثمن ديالو 120 درهم. شعوتيني التلوينه كامله، الثمن ديالها 120 درهم. بالنسبه لهذا الموديل هذا 120 درهم. كاين موديل رق منه اللي كان عندنا مابقاش، هذاك راه ما غيجي ان شاء الله بحوالي هنا 15 يوم عاد غيجي، يعني الاسبوع كامل ما غيكونش، الاسبوع الجاي ما غيكونش، لان تبارك الله اللي خدمناه فيه كله تبع علينا، ما بقات فيه حتى بياسه. هذاك ان شاء الله بحوالي الله دابا خدمنا بهذا الموديل هذا، ان شاء الله 15 يوم غيجي ذاك الموديل، غادي يكون ان شاء الله بحوالي الله موجود عندنا. السويت ديال البيكي، السويت ليكرا من اللي بتي طايح حتى الكرون طاي، الثمن ديالو 100 درهم، حتى هو تبارك الله تلوينه فيه كلها راه زوينه، وكاين عندنا حتى الشارج فيه اللي مشارجي من القدام حتى هو راه موجود. كاينه عاوتاني هاد السطاطيره هادي عامره، الثمن ديالها حاولنا هاد العام هذا نديرو لها لافينيسيون ديالها مزيان، وخدمناها مزيان، الثمن ديالها درنا لها 200 درهم الدراري، 200 درهم، وزدنا فيها الالوان. كنا العام اللي فات خدمنا غير شي 4 الالوان، دابا راه تبارك الله راه كاينين فيها الالوان، جوج 4 6 وجوج دوزتهم هي 8، 8 الالوان اللي دايرين فيها هذا العام هذا، اللهم بارك. الثمن ديالها 200 درهم. كاين عاوتاني هذا الموديل هذا حتى هو الثمن ديالو 200 درهم، هاد التلوينه ديالو ها هي. وكاين هاد الفودان الثمن ديالها 150 درهم، 150 درهم بالنسبه للفودانه الدراري. غادي نشوفوا لونسومبل، لونسومبل عندنا جوج موديلات، وكل موديل تبارك الله فيه شبعه ديال الالوان، ها انا كل موديل فيه شبعه ديال الالوان. الثمن ديال هذا الموديل هذا 250 درهم، الثوب ديالو ثوب بيكي لي طاي سمون ميديوم لارج اكس لارج، الثمن ديالو 250 درهم. كاينين فيه الالوان، وكاين عاوتاني في هذا ديال 250 درهم الدراري، كاين عاوتاني هذا الثوب ديالو دياغونال، شوف تبارك الله، شوف معايا القب كيفاش مخدوم، لا فينيسيون ديال القب كيفاش مخدومه، خدمناه بواحد الخدمه اللي خدمناه بحال قلنا كما تنقولوا خسرنا عليه، سيرفيت خسرنا عليه باش يخرج السيرفيت زوين، لا في الثوب لا في الجوده ديالو لا في الفينيسيون ديالو، الا زدنا عليه الثمن، زدنا فيه ثمن نيت الحمد لله باش نخرجوه بهاد الجوده هادي. خلينا من دوك الجوبه اللي تلقاه شاد ديريكسيون ديالو لشي بلاصه اخرى، شوف جيب تلقاه قد هنا
قد هنا، ما كاينش الخدمه ديالو الكوطي ديالو نقي، يعني خدمناه بطريقه مزيانه والثمن درنا ليه 250 درهم. راه فيه حتى هو اللوان بزاف الدراري، فيه اللوان بزاف، الثمن ديالو 250 درهم الاخوان. السروال ديال التوني الثمن ديالو 120 درهم، السروال ديال الجين الثمن ديالو 120 درهم. بولو يا معلم معلم 120 درهم. هذه اصغر طاي السمول، اصغر طاي 120 درهم. شوف معايا اللوينه تبارك الله، هذا جات السيمانه هذا 120 درهم. هذه الاصغر طاي الدراري هي هذه 120 درهم. وكاين هذا الموديل هذا 120 درهم، حتى هادو اصغر طاي، يعني تخدموا لي طاي تخدموا موافين الدراري. هي السمول هذه اصغر طاي، الثمن ديالو 120 درهم. حتى هو راه فيه تلوينه تبارك الله 14 لون اللي فيه، الثمن ديالو 120 درهم. بهذا غادي نكونوا كملنا الفيديو ديال مدينه مراكش السمله ليا. نتمنى الاخوان يزورونا ان شاء الله بحول الله، للناس اللي معانا وللناس اللي غيشوفونا اول مره. السلام عليكم.